يعني بص تعالي نصحصحه في البدايه بملف تاجيل امم افريقيا. وامبارح طبعا زي ما انت عارف اكيد كان في اجتماع عاصف في المكتب التنفيذي لاتحاد الكره. ايه رايك في الجدل اللي حاصل ده ما بين مؤيد ومعارض؟ طبعا هي المشكله الاساسيه كلها ان الكاميرون يعني بقى لها كذا سنه عليها جدل كبير، هل هتقدر تستضيف ولا لا. البطوله قبل كده اتسحبت وراحت ما بين مصر وجنوب افريقيا، ومصر اللي نظمتها. طبعا امم افريقيا توسعت بقت 24 منتخب بدل 16، فده بيتطلب ملاعب اكبر للتدريب وملاعب تتوفر في البلد نفسها للمباريات وفنادق، يعني بتحتاج يعني شغل اضافي طبعاً. مع ان الكاف جه فتره قال ان البطوله نفسها هتتلعب في الصيف بدل الشتاء، طبعا ده عشان خاطر انديه اوروبا بتعترض على فكره الشتاء وان اللعيبه بتاعتها بتسيب عدد كبير من المباريات. فجه ان الكاميرون قال لك ان الوضع في الصيف هيبقى صعب بالنسبه لها فننقلها الشتاء، فجه الاعتراضات دلوقتي على موضوع الشتاء، فبيحاولوا يدخلوا موضوع كورونا. جه الفيفا راح مبوظ الدنيا لما اعلن مواعيد كاس العالم للانديه وقال هي دي المواعيد المتاحه، ظهرت مشكله الاهلي، فالموضوع فيه تضارب كبير. انديه اوروبا هي الاساس، ان هي الفكره ان هم مش حابين ان اللعيبه تخرج من الدوريات والانديه عشان تروح تلعب كاس الامم. الفيفا بيحاول ان هو ما بين كاس العالم للانديه ميعادها يفضل مستقر وما بين يرضي او يعني يدي زي حاجه لانديه للدوريات الاوروبيه عشان بعد كده لما يجي يعمل القصه بتاعه كاس العالم كل سنتين يبقى فيه مرونه. فطبعا كل ده الاهلي في النص هو طبعاً دخل في الازمه يعني من غير ما هو يكون اصلا طرف فيها. بس دلوقتي لو حصل خلاص واتنظمت كاس الامم الافريقيه دلوقتي هنعمل ايه؟ الانديه الاوروبيه هتعمل ايه؟ هتوافق ان لعيبتها تروح ولا لا؟ هيبقى فيه صدام ده اكيد، ولكن الكاف دايما بيبقى حاطط زي رولز معينه. لو النادي رفض مثلا ان هو يعني لو هندي مثل على مصر، مصر بعتت لليفربول ان هي عايزه محمد صلاح، لو ليفربول قال لا مش هنبعت محمد صلاح هتبقى هنا مشكله ان ليفربول وفقا للقواعد او الرولز ما ينفعش اصلا يلعب محمد صلاح طوال الفتره بتاعت مشاركه مصر في كاس الامم، ولو لعبه يبقى فيه مشكله. فهنخش في جدل كبير، نتكلم بقى في عدد كبير من اللعيبه. بس يحق ليه ان هو يروح؟ يعني دي النقطه الفاصله، يحق للاعب هنا ان هو يروح. ما هو اللاعب لو ناديه رفض هيبقى فيه مشكله. هل هي يعني النادي بتاعه قال له ما تسافرش هيبقى فيه مشكله. فهي دي اللي انا اقصده، ان هو هيبقى فيه زي صدمات ما بين اللعيبه والانديه. طب اللعيب ممكن في لعيبه تقول طب خلاص احنا هنعتذر للمنتخبات، فده هيحط اللعيبه نفسها في وضع حرج طبعاً مع الجمهور بتاع المنتخب، فهيبقى الوضع صعب جدا. طبعا لان هي المشكله كلها ان البطوله في الكاميرون عدم الانتظام ما بين هي هتلعب في الصيف لا هتلعب في الشتاء، هي كان المفروض 2021 لا تتلعب 2022. اي تاجيل لو بقت لو اتاجلت للصيف هنرجع لنفس المشكله. طب ما هي كانت كده في الصيف. ما هو مش كده كده الفتره دي بصفه خاصه في اوروبا كلها، نظرا طبعا ل ان الكورونا بمستجداتها بمتحوراتها الدنيا مقلوبه هناك، ف يعني حتى ممكن يبقى وارد الغاء بعض الدوريات زي ما حصل قبل كده في 2020. يعني اعتقد ان فكره الالغاء دي في 2020 دي كانت الاستثناء، وحتى في 2020 اللي لغوا دول بسيطه قوي اللي لغت. لو تفتكر الدوري الانجليزي جه كمل، الالماني كم، الدوريات فرنسا لغت كملوا كلهم من غير جماهير بالظبط. فدلوقتي لا، ده احنا حتى دلوقتي انجلترا بيأجلوا ماتشات، ولكن الماتشات اللي بتتلعب بجماهير كامله، لان بيقولوا الجماهير اللي بيحضر الماتش هو واخد اللقاح ثلاث جرعات، واللي مش واخد اللقاح بيعمل البي سي ار قبليها ب 48 ساعه. المشكله في اللعيبه والاجهزه الفنيه، لان في لعيبه رفضت ان هي تاخد لقاح فيروس كورونا لاسباب مختلفه، ودي عامله مشاكل كمان في الانديه ان هم مش قادرين يعني عايزين حتى يعملوا حاجه تجبر الناس او تجبر اللعيبه ان هي تاخد اللقاح. فدي في اوروبا بيلعبوا، فلو هتيجي تقول طب هنروح الكاميرون مش هيلعبوا عشان كورونا، فالموضوع كله دلوقتي يعني عشان طبعا الناس كلها تبقى واخده بالها، هو خلاص في مرحله الحسم. ايه الخطوه الموجوده حاليا؟ ان رئيس الاتحاد الافريقي رايح الكاميرون، هيقعد مع الناس في الكاميرون مع صامويل ايتو، وهو ده المخرج الوحيد سواء يقدر يقنعهم كرئيس الكاف بوجهه نظر الفيفا في التاجيل البطوله، ولا صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني الجديد يقدر بقى ان هو حاليا بيحاول يحشد، يعني هو قدر ان هو يحشد المكتب التنفيذي بشكل او باخر الناس في الكاف، وفي رفض بالاجماع على تاجيل البطوله. كل المعلومات الوارده ان اللي بيحاولوا
موضوع التأجيل هم أعضاء المكتب الأفارقة، أعضاء مكتب التنفيذ في الفيفا، ولكن أعضاء مكتب التنفيذ بتوع الكاف نفسهم في رفض بالإجماع. فهي المعركة خلال الأيام اللي جاية، هل في رئيس الكاف هيقدر يقنع الكاميرون بأي حل لتأجيل البطولة في الصيف؟ هنبقى نفس المشكلة بتاعت لما تأجلت للصيف، لو تأجلت للشتاء اللي جاي هنضطر إن احنا في بطولة الكاميرون أصلا اللي هي 2023 هتتلغي يعني، يعني هتتلغي ولا ايه؟ لا عشان تلغي بطوله ده صعب، لكن هي هتقول ايه؟ هنلعبها في 2023، يبقى ده معناها ترحلي كوت ديفوار 2023 ل 25 طبعا، وفيلم كبير كده يعني. فهنشوف، احنا مستنيين. المهم ان الاهلي للاسف في كل الموضوع ده هو المتضرر، والموضوع مش بايده، ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل يعني. بالظبط.